قامت الوزارة مشكورة في إصدار هذا القرار، قرار توطين مهنة التسويق في الوقت المناسب وبنسبة 33% في الشركات، في شركات القطاع الخاص. هي فرصة كبيرة جدا، أتت في الوقت المناسب. اليوم الجامعات بتضخ لنا من شباب وشابات المتخصصين في التسويق بطريقة رائعة جدا. اليوم لدينا شباب وشابات عندهم شركات تسويقية رائعة جدا. اليوم عندي 3 جمعيات للتسويق ومهتمة في التسويق. التوطين وظائف التسويق، أتوقع أن يكون المشهد التسويقي مختلف، أتوقع أن يكون أدق من حيث العبارات والتخاطب مع الجميع، أتوقع أن يكون أرق من حيث المشاعر والوصول للهدف، كما أتوقع أن يكون أبلغ في إيصال رسالتنا محليا وأقليميا وعالميا. قرار صائب ورائع وتوقيته أروع، لأنه سيساهم في نقل المعرفة لشباب وشابات التسويق، وثانيا لأنه سيخلق فرص جديدة وفاعلة تساهم في رؤية المملكة 2030. ونتحدث اليوم عن 12,000 فرصة ستوفرها الوزارة ومنظومة الموارد البشرية بعد 6 أشهر من الآن عند نفوذ القرار بمشيئة الله.